والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاهدينا الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنه بسندنا المتصل الى الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأُتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماءً، وهذا الحديث يعتبر واحدا من جملة أحاديث وقع بها النسخ للأحاديث المتقدمة والتي امر فيها صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، ولا شك ان اللحم هو يعد مما مست النار فانه لا ينضج الا بوسيله ال 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 النار، لكنه بهذا الفعل افاد ان الامر المتقدم منسوخ ان قوله توضؤوا مما مست النار منسوخ منسوخ بفعل أي قد ينسخ القول بالفعل وقد ينسخ الفعل بالقول يعني ربما أمر بشيء وهذا من أقواله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار هذا من الأقوال ولكنه ولكن هذا الحديث يمثل فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل يعتبر أو يقضي على القول وقد يكون العكس يعني قد ينسخ زي ما قلنا قد ينسخ الفعل القول وقد ينسخ القول الفعل. ثم قال مسلم وحدثناه ابو كُريب حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث اي بطوله او الحديث السابق بمعنى حديث ابن حلحله وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى آه ولم يقل بالناس أي لم يقل ثم صلى بالناس بل بل قال ثم صلى آه قال مسلم حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي نورٍ عن جابر بن السمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هذا الحديث يبين بعض الأحكام. الأكل من لحوم الغنم أو الأكل عامة من حتى من لحوم الإبل والإمام مسلم ساق هذا الحديث باعتبار أنه منسوخ بالنسبة للإبل أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز للمرء أن يصلي في مبارك الإبل يعني المعاطن بتاعة الإبل وإنما يجوز له أن يصلي في مرابض الغنم يعني المرابض يعني البيوت بيوت الغنم يصح الإنسان يصلي فيها وأما مبارك الإبل فلا يجوز للإنسان أن يصلي فيه لكن بالنسبة لأكل لحم الإبل هذا أمر أيضا مر فيه أو مضى فيه النهي أو تقدم فيه النهي ثم تلا ذلك الـ الـ القول أو التصريح بعدم الوضوء من الإبل او من لحم الابل أه ثم قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن سماك تحويل قال وحدثني القاسم بن محمد القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب واشعث بن ابي الشعثاء كلهم عن جعفر بن ابي ثور عن جابر عن جابر بن سمره عن جابر بن ثمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي كامل عن ابي عونه آه ثم قال مسلم حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب تحويل قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا باب اخر آه يتكلم عما قد يجده الانسان في صلاته اي مما يخيل اليه ولا شك ان المصلي يكون دائما مستهدفا من قبل الشيطان فالشيطان قد ياتي الانسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى ينسى او حتى يتردد كم صلى كم صلى من ركعه كم صلى من ركعه يقول يا ترى انا صليت ركعه ولا اثنين او ثلاثه او اربعه فيحصل له شيء من الايه من الاضطراب او شيء من الشك هذا مما يقع للإنسان في صلاته وأيضا مما يقع للإنسان في صلاته أنه يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح. خرج منه ريح ولا شك أن خروج الريح يعتبر من نواقض الوضوء. وأيضا من مبطلات الصلاة لو كان الإنسان في الصلاة بطلت صلاته بخروج الريح وهو من نواقض الوضوء أيضا. فهنا لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي رفعت إليه صلى الله عليه وسلم شكوى رجل يخيل اليه انه يجد الشيء يخيل اليه انه يجد الشيء ويعني بذلك خروج الريح يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف هكذا بالرفع برفع الفعل او لا ينصرف على انها لا ناهيه على انها ناهيه يعني فيها الروايتان اما ان نقول لا ينصرف على التقرير او لا ينصرف على النهي لا ينصرف حتى يسمع صوتا يعني يسمع صوت الريح عند خروجه او يجد ريحا او يجد ريحا يعني دول العلامتين اللي يستطيع الانسان أن, يتناق ان يتيقن بانه فعلا خرج منه ريح اما ان يسمع صوتا او يجد ريحا قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد اللي هو صاحب الايه صاحب هذه الشكوى التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل سنواصل <applause> بعد ذلك قال مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. هنا من الممكن أن الإنسان يكون عنده مشكلة عنده غازات أو انتفاخات في بطنه. ولا شك أن البطن قد يسمع الإنسان منها صوت كركرة. كركره يعني الصوت الذي يسمعه الانسان عند عندما ياكل اكلا مثلا ثقيلا او عندما تكون عنده رياح او غازات فانه قد يسمع لذلك صوتا وهذا الصوت ممكن يعمل عنده نوع من الشك او نوع من الريبه هل هل هذا صوت البطن ام صوت ريح خرج منه هكذا اذا وجد احدكم في بطنه في بطنه أي من بطنه شيئا أي سمع صوت كركرة فأشكل عليه أشكل عليه يعني بمعنى إيه متردد، يا صوت الريح ولا صوت فأشكل عليه أخرج منه على الاستفهام أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد والمقصود من المسجد يعني لا يخرجن من الصلاة المقصود لا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما تقدم في الحديث السابق ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها هذا الحديث يبين حكم الانتفاع بجلد جلد الشاه إذا ماتت ولم تزكى لم تذك بمعنى لم تذبح اصبحت ميته اصبحت ايه ميته ومعروف ان الميته حرام حرمت عليكم الميته فالميته من ضمن الاشياء المحرمه لكن يحرم اكلها يحرم اكلها والحديث هنا هنا يبين ان الانتفاع بجلدها بعد دبغه او بعد ان نقوم بدباغته هذا لا شيء فيه الحكم فيه الحليه الحكم فيه الحلية يجوز للإنسان أن ينتفع بجلد الشاه إذا قام بدبغه حتى ولو كانت الشاة هذه أو لو كان هذا الجلد قد سلخ بعد موت الشاة بعد موت الشاة دون أن تذكى فهذا هو الحكم قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها يعني اللي يحرم منها أكلها بس فقط قال ابو بكر وابن ابي عمر في حديثهما عن ميمونه رضي الله عنها. قال مسلم حدثني ابو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاية ميته. يقال ميته وميته. لكن الميته التي تكون قيد الموت. انما مثلا هناك من يستدلون بقوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. هكذا ميت بالتشديد وليست هناك قراءه بالتخفيف ابدا. ليه؟ لان هذا هذه الايه كانت خطابا له في حياته. فلو قال انك ميت اي الان انت في حكم الموت وفي في قيد الموت الان. وهذا لا يجوز. بل هذا الخطاب يفيد أنه سيموت في المستقبل إنك ميت بمعنى ستموت إنما لو قال إن إنك ميت أي أنت الآن قيد الموت أنت الآن قيد وهذا لا يجوز لأن الآية كانت خطابا له في حياته عليه الصلاة والسلام ده الفرق بين الميت والميت آه قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة ميتة يعني في حكم الموت يعني في قيد الموت قيد الموت ميتة أعطيتها مولاة لميمونة أي أمة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها هل للتحريض والتحضيض التحضيض يعني يا كنت كنتوا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها هذا كالحديث السابق ثم قال مسلم وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاه مطروحه يعني مرميه مثلا فوق مزبله ولا حاجه مطروحه اعطيتها مولاه لميمونه من الصدقه مولاه لميمونه اي اما لـ لـ للسيده ميمونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا اهابها الاهاب يعني الجلد اهاب الشاه بمعنى جلد الشاه فدبغوه فانتفعوا به هذا كالحديث السابق آه ثم قال مسلم حدثنا احمد بن عثمان النوفلي آه قال حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس ان ميمونه اخبرته ان داجنه والداجنه والداجن هذان اللفظان يطلقان على الشاه يقال داجن وداجنه والاصح التذكير يقال الداجن بمعنى الشاه بدون تاء التانيث لكن هكذا وردت في هذه الروايه داجنه بالحاق تاء التانيث فهنا يقول منذ حين قال اخبرني ان ابن عبا اخبرني ابن عباس ان ميمونه اخبرته ان داجنه كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم به بعد الفاصل نواصل. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة أو مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا أو ألا بالتشديد انتفعتم بإهابها ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن ابن وعلة أخبره عن عبد عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر اذا دباغ الاهاب طهارته بحكم مرت الاحاديث بمضمونه اذا طهر الاهاب او اذا دبغ الاهاب فقد طهر اي ان طهر الاهاب يعني الجلد جلد الشاه اذا دبغ يبقى كده طاهر يبقى في حكم الطهاره وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة تحويل وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد تحويل قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى ثم قال مسلم حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن ابن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره أو طهوره دباغه طهور الأصح بضم الطاء دباغه طهور قال وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيع عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس إن قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية الأسقية زي الإرب يعني الأسقية الإربة يقال لها السقاء بيبقى أساساً معمولة من دباغ معمولة من جلد الشاه معمولة من جلد الشاه فيأتون بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه هذا الحكم هو يو 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 رأي من عندك أم أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك شيئاً فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره هكذا قال طهوره بفتح الطاء ولكن الطهور الطهور يقال كوصف الطهور وصف اما الطهور بمعنى التطهر او الطهاره ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشه أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي الكلام هنا لعائشة قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء والمقصود ليسوا على ماء أي ليسوا على عين ليسوا على عين ماء وليسوا على بئر وليس معهم ماء قد حملوه قد حملوه معهم يعني الذي ولديه لم يكونوا على عين عين ماء ولم يك ولم يكن معهم ماء قد حملوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خصرتي يطعن يعني يكزها هكذا يطعنها أو يطعنها بيده في خاصرتها في جنبها فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي الوقت قد أدركنا ولكن على أمر اللقاء بكم إن شاء الله لنكمل هذا الحديث ولنأخذ منه العبر ونأخذ منه الفوائد ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام الله عليكم ورحمة وبركاته